المشروع هو مشروع قصص مسموعة في مركز الطفولة اللي عمليا من قبل سنة بدي كاستمرار لمشروع إتاحة ولمشاريع أخرى في مركز الطفولة اللي اهتمت من 2007 بموضوع النساء مع إعاقة أو النساء مع إعاقة ومش ذوي احتياجات ولا ذوي قدرات، إن هن مع قدرات ولكنهن مع إعاقة. وهذه عمليا اللي اسم اللي النساء نفسهن اختاروا انه نسم ان نطلق على المجموعة، هن نساء مع إعاقة، هن قادرات ولكنهن مع إعاقة. وبالتالي من 2007 عمليا مرقنا مسار طويل اللي فيه عدة محطات، واليوم بنوصل لمحل اللي ب 2009 2008 لما بدينا المشروع عملنا بحث عن أصوات النساء، وسمينا البحث اللي عملته دكتورة هالة اسبانيولي ونشرناه تحت اسم قصص مخرسة، اللي كان يحكي عن أصوات النساء اللي كانت بوقتها مخرسة، لأنه مجتمعنا كان يعني لا ينظر لهذه الفئة أو ينظر إليها بشفافية، هني مش حاضرات بناتنا، هني مش موجودات، قدرتهن مش موجودة، وفي تجاهل للنساء مع إعاقة في داخل مجتمعنا. وصلنا لمحل اللي هالنساء قرروا انه يسمعوا القصص ويسمعوا صوتهم ويسمعوا انجازاتهم، بس مش بس انجازات فرديه، الا انجازات كجماعه كمجموعه نساء. واختاروا اربع قضايا اللي هن العمل العائلي والتعليم ومن الضحيه للمسؤوليه، اربع افلام اللي رح نعرضهن اليوم اللي بتصوير من النساء نفسهن وبصوت من النساء نفسهن، والنساء رح كمان يقدموا قطع مسرحيه اللي تقدم هاي المشاريع. وهذا المسار عمليا مرق خلال السنة هاي، مرقوا تدريبات حول كيف يسردوا القصة، حول كيف يسمعوا الصوت، وبالنهاية وصلوا لمحل هذا اللي فيه هذا الإنجاز الكبير. أنا اليوم موجودة بصفة عارفة الحفال، ولكن أنا شاركت وكنت جزء من الأفلام القصص مسموعة اللي رح يشوفوها جمهورنا، كنت موجودة فيه وحكيت فيه. لأول مرة بتم إطلاق بالمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني نساء مع إعاقة عربيات فلسطينيات يتحدثوا بكل قوة وبكل جراء وبكل شجاعة ان يسمعوا صوتهم ويحكوا قصتهم وتحدياتهم وصعوباتهم. في الماضي في السابق قبل تقريبا 10 سنوات او اكثر كان المشروع مسمى في مركز الطفولة، راح لدكتورة هالة اسبانيولي كانت القائمة عليه، كان اسمه قصص مخرسة، حتى لدرجة انه كتبت الاسماء النساء باحرف متقطعة مش بأسماء الحقيقية. ولكن اليوم صلنا لمرحلة وعي وإدراك المرأة الفلسطينية العربية بتعترف وتتقبل كل موضوع إعاقتها وتتحدث عنها بكل شجاعة ووضوح. أنا اليوم كتير كتير مبسوطة وفخورة بالإشي اللي وصلت له اليوم، ولزميلات اللي من نساء مع إعاقة لموجودات اليوم بالحفلة، واللي راح يسمعونا واللي راح يشاهدونا واللي شاركوا كمان بتصوير الأفلام. أنا جدا جدا فخورة، جدا مبسوطة وصلنا لهاي الدرجة من الوعي والإدراك، بس بعد بحاجة بعد أكثر وأكثر إنه مجتمعنا ينظر إلنا بطريقة أجمل، مش بعطف مش بشفقة، وإما بفخر وباعتزاز، ويأخذ ويتعلموا منا القوة والإصرار والعزيمة والأمل. اللي بيسمعنا بأخذ منا قوة وأمل، فتعالوا اسمعونا، ادعمونا، كونوا معنا، اتقبلونا كيف ما إحنا. ودائما بحكيها اطلع على جوهر الإنسان مش على شكله. بشرفني إني أشارك بهيك فعالية، بشرفني إني أكون مع مجموعة هاي النساء. أنا دول نساء بعرفهن من حوالي 13 سنة لما كنت مديرة مشاريع بالجوينت، رفقتهم بانطلاقاتهم الأولى، وبتذكر منيح منيح كيف كانت المركزة تفوت بيت بيت تقنع الامرأة وتقنع أهلها إنه يشاركوا بالمشروع. يعني أخذ معنا وقت كتير، واليوم إحنا مش بحاجة، إحنا مش بهذا المحل. أنا بشرفني أشوف الإنجازات تاعت المشروع. اليوم النساء قادرات، عندهم مقدرة يسمعوا صوتهم، مش بحاجة لهمزة الوصل اللي كانت قبل. وبفكر بشرف صندوق مسيرة، وبفكر المشروع الأولاني اللي هو كان مسيرة من خلال الجوينت إنه يكونوا شركة بهيك مشروع اللي هو موجود بهذا المحل، اللي بيخدم مجتمع، بيخدم شريحة مهمشة، وببين القدرات الخاصة تاعتهن اللي المجتمع بالآخر رح يستمتع إنه يقطف هاي الثمار اللي هو موجود فيه. الوضع كان إنه هاي النساء كانت مخفية تحت السجادة. طريقة التغيير هي مش من خلال يوم، هي مسار سنوات، هي قضية تدعيم، هي تغيير آراء مسبقة، هي قضية مرافقة، هي قضية إذا كان في نزلات إنه مع ذلك إنه نرجع نوقف على إجرينا وندعم هاي الشخصيات إنها تكون بهذا المحل. وأنا بقول لك اليوم يعني من ممارسة، يعني بتقدر تشوفي
13 سنة بالدم بالدموع، بس المشروع مكمل وناجح، وهدول النساء إنجاز للمجتمع. هذا المجتمع لازم يرفع راسه إنه في عنا نساء بهاي القدرات الخاصة. مشروع إتاحة اللي هو بعطي خدمات لأشخاص مع إعاقة بكل مجال المعلومات والحقوق والخدمات من ناحية مرافقة وتوجيه. مشروعنا اليوم زي ما حكينا هو مشروع اللي هو ابتدى مبدئيا فكرته بلشت من 2006 بكل موضوع مركز الطفولة تدعيم النساء مع إعاقة، اللي بلش ببحث لدكتورة هالة سبانيولي على قصص مخرسة، اللي احنا بكل الوقت حاولنا انه احنا نعمل مشروع لظهور النساء ونحتفي بقصصهن، قصص النجاح اللي لهن والقدرات اللي موجودة عندهن. فالمشروع كان قصص مسموعة، هو كمان بدعم من صندوق ومؤسسة مسيرة اللي دعم المشروع، اللي اليوم احنا موجودين بأربع أفلام قصيرة، كل فيلم هو بتناول قضية من قضايا النساء والتحديات اللي بتمر عليها، من زي كل موضوع قضية التعليم، التشغيل، العائلة، وقضية مهمة من الضحية للمسؤولية. طبعا كمان احنا اليوم نشتغل على قصص اللي هي بودكاست اللي هي مسموعة، الهدف منها هو كل موضوع الوعي، زيادة الوعي اتجاه النساء نفسها مع إعاقة، على أساس أنه يشوفوا عن جد في سفرات، في نساء اللي هن قادرات ووصلوا، وعن جد هن كمان بنفسهم بيقدروا يوصلوا. وطبعا هي رسائل للمجتمع لكل موضوع الإتاحة، لكل موضوع التقبل، لكل موضوع إعطاء مكانة النساء مع إعاقة لأنها تأخذ مكانها في كل مجالات الحياة.